دكتور محمود، يمكن موضوع التغذية مهم جدا. طبعا ايه تنصح اولياء الامور بنوعية اكل معينة بالنسبة للسن ده؟ بص يا كابتن، اقول لحضرتك السن ده معدل الحرق فيه بيبقى طبعا غير لما بتكبر، يعني انت كل ما بتزيد كل ما عالي ولا بتكبر. قليل؟ لا طبعا بيبقى عالي، يعني انت عالي. بتبذل مجهود كبير ده سن صغير. انا في نقطه برضو حابب اتكلم فيها بمناسبه الاكل دي، في ولاد بيجي قبل التمرين مثلا بنص ساعه بواكل، ينزل الملعب ممكن تلاقيه تقيل، ممكن تلاقيه بيرجع، بيحصل مضاعفات للكلام ده. فاحنا دايما بننصح الولاد ما تجيش واكل قبل التمرين مثلا، اقصى حاجه ليك بتبقى بساعتين، ساعتين على الاقل، 3 ساعات على اقصى الاقل. حاجه ليك ساعتين. تمام. في ونوع ولاد اكل طبعا ايه دلوقتي برضه يا ضغط دكتور محمود؟ يعني المدارس، مش اقل من ساعتين يا جماعه، يعني كلام الدكتور محمود ايه، مش اقل من ساعتين تكون بالظبط انت واكل عشان تقدر بعد كده تقدر تأدي التمرين معدتك بالشكل بتبدا الجيد. تخف اولا شويه، ثانيا دلوقتي الولاد عندهم مدارس، ففي ولاد بتيجي تخلص مدارس بتلاقي جايه لك بعد المدرسه التمرين، طب انت كلت امتى؟ يقول لك كلت الساعه 12، وانت مالك الساعه 5؟ طب كلت ايه؟ هتلاقيه بياكل سندوتشين ثلاثه. والاكل ايه اصلا يا دكتور محمود؟ يعني انت اصلا تاكل ايه كمان قبل التمرين؟ مش يعني بالظبط، ما هي مش النقطه هنا، تلاقي واكل سندوتشين ثلاثه، يعني دي مش وجبه هتكفيك تنزل الساعه 5 تخلص الساعه 7 ولا تخلص الساعه 6 ونص التمرين بتاعك بالنسبه لطفل صغير. لا طبعا ممنوع منعا باتا الاكل الكتير قبل التمرين اقل حاجه بساعتين. طبعا طبعا، ده جميع الناس كلها، الاعمار السنيه كمان كلها، القطاع الناشئين كله بالظبط.